ريحة متلاقي الدنيا. هلا حبيب القلب، هلا هلا، تنور تنور، مشتاق لك. طب اسمعها، صرنا سنتين كورونا، خلص خلص صار فيها. احنا بالكورونا ما فيش كورونا، ما احنا بكورونا. مرحبا كورونا، انا من الاساس بدون، بس هاي بحطها لانه بحكي كثير احلى من عشان اللحمة. الحكيم لما بده يفوت يعمل عملية بحجر كمامي مش انت زدت شيء؟ انا زدت شيء. انت حكيم اللحمة؟ لا حكيم اللحمة، انه طلع لك مرتب ما بطلتش على اللحمة، ما تخافش من حسب نهارك. حضرت لك هي لبني شغل البيت، وهو عارف اوكي براب بعيد. يا رب اعطك، بتحب العرق طيب. احلى شيء طوبيا على الساعه 5 فلوا الناس. لا اخذ اخذ، اللي خلص لحمته خلص لحمته، وقاعدين على قاعده غير شكل. الله يخلي لنا اياك يا زلمه. يعني اذا رجعت عرفت عنك عن جديد بكون يعني بعد طوبيا هو زيته ظبط ورجع هو بس سيء شيء على الاقمار. صرنا معرفين عنه 6-7 مرات يعني. هلا صار لكله صديق. هون هيدي طبخة جديدة أنا مخترعة، شيف مراقب يعمل فيها. هيدي عند طوبيا ظبط ورجع هبط، شاشة على قماشي 2027. هيدي إذا دقت عليه ثلاث بولو يعني ماشي الإكسلونس بالبالونس، عرفت كيف؟ وبتاكلها بتصير نفسيتها كريستال. شو عندنا هون؟ هيدي 2027، هيدي إذا دقت عليه ثلاث بولو يعني ماشي الإكسلونس بالبالونس، عرفت كيف؟ وبتاكلها بتصير نفسيتها كريستال. شو عندنا هون؟ هيدي لاكاجو، جلات كاجو محمص. عرفت كيف؟ وبتحط معها فستق حلبي. بس انا هون ماشي لي على الخفيف، حط بصله ولي تنكهوها، لانه الخبريه اذا ما فيها شويه دسامه بتلاقيها مش حلوه. اوكي، لكن عملت لي شي 6-7 دعايات بخمس دقائق. يعني عملت لي كل السلوغان تبع كل دعايات البلد من انا عمري سنتين لليوم. هيدا تبع الاكسلونس بالبالونس. هيدا تبع مين؟ هيدي يعني ماشي، هي جديده 2027، ما بتشوفش منها. هيدي طوبيا، اوكي. شو كمان؟ واول شيء انه من قلبك بتعملها وتطلع فيها. هيدا كاجو، هيدا محمص، كاجون كازو، جلس محمص، فستق حلبي. انا بحط اجمالا بصل معه، بس انت ضد البصل. لانه مش لشو، بس انت ضد البصل لانه بتبوس كثير وبتحب انه ما تطلع شيء البصل. كيف فهمت علي؟ اوكي هيها. واللحمه شو وضعها؟ اللحمه بتجنن. هيدي احلى شيء انه قرقور بلدي وعملتها على ايدي، وهلا اللي بده بتعلق يعني، عرفت كيف؟ يلا عظيم. وما بتزبط الا على الصوبيا، ما فينا نعملها هيك مقلية. لا لا، اذا بتاخذها على البيت ما بتزبط. هاي طوبيا بس، هاي عند طوبيا بس. اوكي كلها اونلي عند طوبيا. عند طوبيا تفضلوا نزلوا. أو مع بندوريه. تفضل. لشو بتصيروا تاكلوا خبز تشبعوا على الفاضي؟ هيك. ذوق هيدي الجبنة، ذوق، أنا ممكن تطهر لك السكين، مش طهر ومسح من اللحمة، ليك ما أجملها. بتحسوا بالمكونات. هي لبنة عظيمة. هي لبنة عظيمة. روحتها. معلم مش خبرية هيدي، مش قصة إنه عم تعمل دعية، أنا كتر خير الله لعندي. وهيدي الجبنة اللبنانية. يلي بنسميها بلدية. بلدية الجبنة من العنزي، يعني بندز العنزي للمستهلك دغري. صح. شاشة على القماشي كله، أهم شيء يكون في شاشة، تفضل. واللقمة الطيبة من القلب الطيب، مش إنه الطعم يكون عينك بشيء. طوبيا كم سنة صار له بيستقبل الناس؟ من أنا وصغير، هيك ربيت، كتر خير الله، ربينا بنستقبل العيلة وبنحب الناس من قلبنا. أبعد واحد رجل عندك من وين؟ وأكثر من ال 10,453 صاروا قليل، عم يجوا من العراق، من والله العظيم من الكويت، بيجوا بيقولوا شفناك على عند حضرتك وهيك. ماشي خبرية أخت شرليتي، بس خبرك إياها لو أنا مش هيك ما كانش بتنجح. أكيد. لأنه أنا هيك من أنا وصغير كنا نسمع متير حطب وين عم ينشر نروح نساعد العالم. مش مثل هلا، واكثر مده انقهرت فيها وتعذبت هاي الكورونا لانه شيطان حساب كل العالم، صارت مع احترامي للموجودين كلهم صاروا شيطان، كلهم خير من الكورونا. انا مرقت على حاجه درك، قال لي مطعم بين عيد ميلاد عيد راس سنه، قلت له لا مطهر، نزلت اوكي وقفوني، وبس رجعت انقهرت لانه كشفوا علي لي مطهر خلينا كيفك. انه قصدك يعني حاطط الكول على جسمك ومطهر؟ ايه مطهر، ايه مش بيبسي. جانا عن طوبيا وخبرنا عن هيدي اللي اخذت 10 دقائق تفسير. هيدي يلي مشغوله بحب وحنان، رح اخذها. حب وحنان، هاي الكلمه المضبوطه. واجي لهون حب وحنان. وكمان العرق يا حب، حط لها
الكريمة يلي لزمتها يلي هي اللبنة الطازة المالحة من البلدية. وناكل شيء ناكل شيء ما بده حتى شافت خبزة. نوعية اللحمة رائعة. شوية بهارات. شوية حار. شوية لية. شوية حب. شوية حنان. شوية إحساس. ولبنة معها. بس. يلا هلا كل واحد قاطع بيعطوه لقمة بيقول له كفي. هلا خلصت كورونا هيك. سيبني بدهم تخلص هلا خلصت. هلا خلصت لأنه في تبويس على الانتخابات، بكره بعد الانتخابات ترجع كورونا. تفضل. هيدا نص كيلو للشوي، تفضل حبيبي. أحلى وقت هلا مع الخبر. وأنا مين بدا اليوم قلت له مسكر هلا يعني بهيدا الوقت. في هلا ونفقنا. يفلت معك هيك ماشي صفي النية ونام البرية معلم. ما احنا شغلتنا شو اللي بيعمل لحمة طيبة؟ بفوت عند لحامين لحمتهم مش طيبة، بفوت عند لحامين لحمتهم طيبة. تبقى هي مثل المرة اللي بتطبخ يحني بالحي، بيبقى ريحة اليخني متلية الحي، نفس نفس معلم هي وراثي، نحن الله يرحم بيي ورطنا نفس طيب، من صغرتي أنا بسمع يقولوا نفسكم طيب على اللحمة، وهي نفس خبرية. إيه بيعمل. النفس وريث النفس. تتبيلي خبرني شوي عن هالجرار السحري. ماشي هذا الجرار ماشي قصته صغيرة كتير، قصته مثل خبرية الفانوس السحري يعني طبعا دكتور ميكي ضبط ورجع هضبط يعني ماشي هالشي العملية، بس القصة عامل لك كل شيء بتعمله من قلبك بيطلع طيب. خبر خبرية من قلبك بتطلع حلوة، خبرها تمثيل بتطلع مش حلوة، وهو كله اللي عم دوقه وتخبر عنه مش تمثيل يعني تمثيليات خلطي صارت كلها أفلام مكسيكية. ما هني ليش بلشوا يمثلوا تبع وادي الذئاب؟ لانه صار بالحياه كلها مش وادي الذئاب. تفضل تفضل حبيبي هون لي زياده. قرب ضبط ورجع عربي. تفضل 145 140 اوكازيون اليوم الجمعه. من عاد عليك فور 60 تاع لانه المصاري كورونا. تفضل هيدي شو بدها؟ تا تا تعرفك على صديق ابو شادي، هيدا بدها وحديد ابو شادي. عارف انا ابو شادي، هيدي اقوى من باروك معلم عاشق وهذا مراد لبني حبيبي ايش اسفك عم بنعشق كمان لبني لقمه هيك بس ما حطيت لي فيها لك من حط لها لي شقفة لي غير شكل خبر اللحمة قرطبا مع احترامي لقرطبا اللي بحبها كتير لحمة طوبيا بطل هذا هذا بطل تفوت حرقص ونزيزكو شوي سنة انتخابات شو رأيك؟ لا لا انتخابات ما بحكيش معلم لأنه ما في شيء معروف كده وكريكيتا بنكون عم نخبر خبرية مش لقلنا صح أنا شغلت اللحمة ما تلعب إلا قدام بيتها كل واحد يلعب قدام بيته وإن اللي بلشوا يتدخلوا بطل 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 ما حضرت على السؤال اللي بلشوا يتدخلوا معلم بأشياء ما بتعنيها العالم بلشنا نفوت بالحيطان صح خلصت الحياة كل واحد قال له أنا بعتبر حالي ليش أنا ناجح مش ناجح هون لأنه بعتبر هذا الموقع لإلي براته ما بشوف شيء لانه الله نعم علي بهون هلا اطلع من هون بطل اعرف احكي بطلع على البيت بتشير على امي لانه بطل اعرف احكي هون بيحكي مني لحالي بترغل كانه في مكنه كله بيضحك لانه تقول لك كيف الوضع اللي نحن فيه بيضحك اساسا بعلم العالم بتبكي وبتنق وبتقول لك ما فيش مصاري بيصير الدولار 30 بيقول لك كله رح يوصل لل 50 اذا نحن بدولار 30 مش عم نقدر نعيش اذا وصل لل 50 كيف بكون تعيشوا يعني العالم عم تكذب على نفسها يا مع فريش ماني يا نايمه بعداد عليهم عم يناموا يعني ما لا شو القصور كل ما في قبور انا حاسس العالم بقش عم ترضى بالخفيف واكبر كنز في ادناه في كنز اسمه القناعه كنز لا تفنى القناعه بقش موجوده هذا حاسه انا والكورونا ما فيش وعم تموت الناس مش عم يروحوا بقى على دفنه لانه بيقولوا في كورونا ساعه اللي بدهم بتيجي الكورونا ساعه اللي بدهم بتروح مثل الجريب عرفت كيف ساعه اللي بده الواحد يقول اخ يا راسي اجت الكورونا ساعه اللي بده بيقول ما فيش كورونا شيلوا الكورونا اللي بده يبوس اما بده يبوس له شيء وحده اما بتجي مايك للتاتشر اما حدا ببوس دغري ما فيش كورونا اذا في مايك للتاتشر عرفت كيف يعني ما فيش في الله وال10452 لازم لبنان كله يعرف انه مقدسين تراب مرشار بالمقدسون ويسوع معنا تنمر هاي الفتره بس بدك العالم توعى شوي ويحسوا وين الصح وين الغلط مش عم نعرف لوين الصح ولوين الغلط لانه كله رايح بالاشياء الفيشه اللي بيجي واحد بيقول لك انا بدي اشتري بدك تدفع قديش بدك تدفع حق الصوت ما نحن صوتنا ما بينباش نحن صوتنا للبنان لل10000 يعني عم نحمل قضيه
كل واحد بيقبل مصاري وبينتخب بمصاري يعني اسمه عم يعمل خطيه مميته. انا هاي بكتابي ينتخبوا اللي بدهم اياه، مش عم بس كل واحد بيقبل مصاري عم يعمل خطيه مميته، لانه عم يبيع صوته. يعني انت عم تبيع لبنان، يعني بدك تقول يا لبنان يا حدا تاني يا بلد تاني. يعني بدك تنتخب لبنان انتخب صح. انا هيدا بكتابي مظبوط ولا لا؟ انت بتأيدني بهذا الكلام ولا عم بحكي غلط؟ اوكي، يعني مش سكران. اوكي، الامل والروح موجودين كل ما نحن بنصلي بايدنا على وجهنا وبنقول في يسوع بالسماء ومرشار من الحامي تراب لبنان. والامل موجود والدنيا بتهز ما بتوقع، وفي شخص بضل يقول لي الدنيا بتهز ما بتوقع وهذا كاسه. الله يخلينا اياكم. هي الحياه فيها شيء معني تعطيها امل، انت بتخلق جو لحالك. بيقولوا رايحين نصر وين في جو، ما انت اذا الجو معك مظبوط وراسك مظبوط يعني كل شيء مظبوط. من دون ما يكون في جو مش ضروري حدا يرقص قدامك اما شيء، انت رقص لحالك وهيا بينا نلعب. الو وقتك قرب دروب هون شوي. هيدي شاشه على القماشه، هيدي طبخه 2027 احكي عنها بلبنان وين ما رحت حتى لو حتى ايه ظبط ورجع هبط. شاشه على القماشه هي اسمها ايه شاشه على القماشه ظبط ورجع هبط. طبخه طوبيا ممنوع حدا يسرق لي اياها مثل الفلانين اللي بيجي بيقرطص الاغاني لبعض. يعني هيدي اللي بنكون مقطعين من اللحم عجيب بعمل لك اياها على السريع. قلبي حبك على السريع. بنذكرهم المكونات ماشي. المكونات لحمي هبره مفرومي على السطور مع شوية فستق حلبي وكاجو وجلس كاجو وجون محمص. بيجيها بصل، هي أهم شيء فيها البصل والثوم بطريها وبطيبها. بس أنت ديجا لأنه توم بلا ناجو ما بتحب هيك شيء عملناها بلا بصل. وهيدي يعني أهم شيء بالأساس تشتغل الشغلة من قلبك. يعني إذا عم تبوس من قلبك بتحس البوسة إلى طعمة، إذا عم تشتغل من قلبك اللحمة إلى طعمة، كل شيء له طعمة إذا من قلبك. مزبوط ولا لا؟ أكيد. ضبط ورجع هبط. شاشة على القماشة ادجكتيف كاليفيكاتيف طوم بلا ناجس كله رايح اكسلانس بالبالانس. هاي من جميعه، خلطت من جميعه ل 2027 بتسمع من جميعه يعني من جميعه. طبيعي خلص يا خي. لا تعا تعا شوي ما نحن ما نضيفك شيء عسل بكره اللي بتجي اذا احضرك. كيس سانتور وهلا الموسم فيكم تاكلوا طيبين بس ما تكبوا من الشباك. كيس منكبه بالزباله بعد في؟ هاي اكدني من الضيعه هيدي. هاي اكدني طيبه. هلا دوها غسلها تحت بعد ما فيش كورونا. هيدي بازيلا، بازيلا كان بعد في شوي. هاو دوقوا بازيلات طيبين. بكره فعلا فكرك محل خضره. لا يا اخي انا محل كل شيء لانه ماشي مع يسوع معلم. معش خبر اجى ربيع الخال هذا يوسف الخال ومدري مين قالوا كانوا مفتكرين خلص لبنان عنت في رح تنزل دعت صورت. انا بيقع على الواتساب فوت على الواتساب وشوف الصوره هودي. قال له كنا مفتكرين خلص لبنان تير لبنان بعد في لبنان يعني بعد في حدا مش انا شكلي منغولي بس بتصرف صح. بطل بده يعطينا لحمه بس احنا رفضنا لا مش راجعين على البيت. اكرم من هالزنقه ما في عوج الارض. الله يخلينا هيك انت خي قول الله وحياتك. الله بيعرف العليم. الحياه فيها شيء تمثيليه افلام كرتون وبتخلص. لشو القصور كل ما في قبور. اللي بيبقى اللي بيبقى المحبه مع الانسان وبتروح معه لهونيك للاخر. صح ايه للاخر بتروح لانه ما في شيء باقي للاخر. قديش بدك تعيش 60 70 سنه كانه 60 سنه. صح الله يطول عمرك. طوبيا بحبك. انا كمان الله بيعرف. هول الي او او بضيفهم هول الي بس قلت لك انت لا لك ما بضيفش حدا. انا هيك انسان فيجيتاريان على الاخر مش مرتاح. اللي ورا مش مرتاح. بطل الزلمه. هلا هي لازم نكفي الحلقه بس طيبين كثير. بعرف انه هول بيوديجرادابل والطبيعه بتكلهم والشمس بتدوبهم والبيتكونيه بس مش تنكبهم الشباك.